وينضم إلينا مباشرة عبر زوم من موسكو الأستاذ بالأكاديمية الوطنية الروسية الدكتور محمود الأفندي. دكتور محمود، أهلا بك معنا في هذه التغطية. وبرغم حداثة عهد تكتل بريكس وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والأسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم. كيف ترى ذلك؟ أول شيء يسعد صباحك سيدتي الكريمة وللإخوة المشاهدين. طبعاً أنا بعتبر هذه القمة أصبحت قمة تاريخية، وهي بوابة أصبحت للانتقال لعالم متعدد الأقطاب. يعني فينا نقول إنه من البارحة انطلق هذا العالم وبدأت تظهر ملامحه عند اجتماع البريكس، لأنه يضم الآن وأقوى اقتصادات العالم، ما يسمى الآن مجموعة البريكس هي المردود الاقتصادي فيها والإنتاج الاقتصادي أكثر من مجموعة السبع. بالاضافه ان الدول الموجوده فيها ناشئه واقتصاديه ولديها القدرات على التطور، بالاضافه الى ما تملك من موارد طبيعيه، من تملك من موارد بشريه، من ما تملك من مواقع جيوسياسيه مهمه وجغرافيه مهمه. يعني خلينا نكون واقعيين، بانضمام مجموعه البريكس الجديده التي ضمت خمس دول جديده، اهم شيء هو الانطلاق الى الشرق الاوسط، فاصبحت يعني بانضمام جمهورية مصر العربية إلى مجموعة البريكس كانت هناك صبغة، أصبحت البريكس لديها صبغة عربية وصبغة شرق أوسطية لما تملكه مصر من موقع جغرافي مهم في المنطقة، بالإضافة إلى موارد بشرية هائلة، بالإضافة إلى أكبر دولة في المنطقة. لذلك التوسع نحو الشرق أعطى لمجموعة البريكس قوة اقتصادية التي ستنتج فعليا بعد فترة وجيزة من الزمن عالم متعدد الأقطاب، لعدة أسباب. الأسباب الآتية أن هذه الدول ستعمل على مصالحها، ليس هناك في مجموعة بريكس دولة مهيمنة على الأخرى، ليس هناك قوة عظمى. يعني إذا قررناها مجموعة السبع، القرار يأتي بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى المؤخرين الالتزام في هذا القرار، بينما مجموعة بريكس هي تملك حرية لكل دولة بالتصرف داخل هذا النادي حسب مصالحها. بالإضافة أن كل هذه الدول تتقارب فكريا وتتقارب بالنظرات السياسية والاقتصادية لاتخاذ السيادة الاقتصادية والانتقال إلى عالم أكثر استقرارا وأكثر عدلا. أهم شيء العدالة في توزيع الموارد الطبيعية والأموال والاقتصاد الحر. يعني أعتقد اليوم آخر يوم سيعلن عن منصة جديدة، المنصة هي منصة التحويلات الرقمية على غرار منظومة سويفت، سيتم تسميتها بريكس بريدج. هذه المنظومة ستعطي لدول مجموعة البريكس التعامل في العملة المحلية والتحويل عن طريق هذه المنصة. هذا سيعطي قرار مهم جدا بالخروج عن هيمنة الدولار وهيمنة العملات الأوروبية التي تسيطر وتخنق الدول الاقتصادية الأخرى، إما عن طريق العقوبات أو ما يسمى عن طريق المراقبة أو عن طريق ما يسمى صندوق النقد الدولي. هناك صندوق آخر لمجموعة بريكس هو بنك التنمية، سيسمح لكل الدول التي تريد أخذ قرض أو التعامل مع هذا البنك أن تتعامل بدون شروط، بدون أي شروط، كما على غلاف ما يحصل بصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي يضع شروط، يضع أوامر جيوسياسية للدولة التي يصرف لها النقود. هذه يعني فينا نقول انه هذه المجموعه اكثر عدلا وتعطي المجال لاي دوله ناشئه اقتصاديا ان تتطور، وخصوصا ان التعامل سيكون سهل بين هذه الدول، وهي تضم تقريبا يعني مجموعه بريكس تضم الموارد الطبيعيه، تضم الصناعات، تضم كل شيء، لا بس فقط هي يعني اقل متخلفه شيئا صغيرا عن مجموعه السبع بالتكنولوجيا الحديثه. وهذا امر اعتقد انه في الاعوام القادمه سيتم تجاوزه عن طريق ما يسمى توسيع البريكس نحو التكنولوجيا الحديثة. لذلك أنا في رأيي اليوم دخلنا إلى عالم متعدد الأقطاب، وأصبحت الدول هذه المجموعة ستضاهي أو ستنافس كل الاقتصادات العالمية، بالإضافة ستفرض السيادة الاقتصادية والمصالح الوطنية لكل بلد. لكن هل الطريق مفروش بالورود دكتور محمود؟ بمعنى صحيح هناك فرص وكثير من الشراكات مأمولة بين دول تجمع بريكس، لكن أيضا هناك تحديات وتحديات جسيمة خاصة في هذه الظروف العالمية سياسيا واقتصاديا. كيف يمكن السعي وراء هذه التعددية، هذه العدالة وتحقيقها على أرض الواقع
يعني دون يعني دون مواجهة هذه التحديات المهمة في حقيقة الأمر. صحيح كلامك سيدة الكريمة، سؤالك جدا جميل. هو ليس مفروش في الورود بينما مفروش في الألغام، والألغام وضعتها الدول الغربية. يعني خلينا نكون واقعيين، الضغوطات الهائلة على الدول في مجموعة البريكس لعدم إنتاج هذه المجموعة، ضغوطات هائلة فوق ما تتصوري. يعني الضغوطات تأتي، يعني نرى كيف البارحة الإعلام الغربي غطى مجموعة البريكس أنها هي بوتين وأصدقائها، حاول تسييس هذه المجموعة أن هي جبهة عسكرية لمواجهة الغرب، مع أنه عدة مرات قالت روسيا وقالت كل دول مجموعة بريكس أن هي هذه المجموعة لا تواجه أحد، ولكن هي فقط تريد مصالحها ومصالحها الوطنية ومصالحها الاقتصادية. لذلك الطريق وعر جدا مزروع بالألغام، ولكن أهم شيء بالنسبة لي أن الدول التي أتت إلى مجموعة بريكس تغلبت على كل الضغوطات والصعوبات، لذلك لديها الرغبة. سيدة الكريمة، كل شيء متاح، نعلم أن نحن وصلنا إلى قرن 21، كل شيء موجود، والتكنولوجيا والحداثة والاتصالات، المهم الموجودة الرغبة. الرغبة في هذه الدول لما يسمى أن تصبح دول ذات سيادة. خلينا نكون واقعيين، ما ينقص دول العالم ليس لماذا العالم غير مستقر وغير عادل، لأنه للأسف الشديد السيادة فقدت من البلدان العالم نتيجة خوفها وهربها من الولايات المتحدة الأمريكية التي فعليا تقود العالم ويسمى عالم القطب الواحد. لذلك الرغبة من هذه الدول تملك الموارد، يعني خلينا كل دولة في مجموعة البريكس تملك كل شيء لتجاوز العقبات. فإذا كانت الرغبة موجودة فنحن نتقدم، إذا كان الخوف موجود والتهرب والتعامل ما يسمى على حبلين أو التعامل مع هنا وهناك، هذا يعني لا يعطي أي نتيجة. ولكن التي رأيته أنه هذه الدول أن تتحدى الضغوطات وتذهب إلى مجموعة بريكس وخصوصا إلى روسيا، روسيا المعاقبة التي تريد عليها عزل السياسي، هذه الدول تحدت المجموعة السبع وذهبت إلى روسيا. لذلك الإعلام الغربي يقول أن عزل روسيا سياسيا فشل، المقصود وتسييس، ولكن تحدي هذه الدول والذهاب إلى روسيا والاجتماع مع روسيا واجتماع كل هذه الدول، هذا هناك رغبة للعمل الثنائي والعمل الجماعي. هذه لأنه كل شيء موجود، المهم الرغبة، ما دام الرغبة موجودة أنا أكون في نتائج. ولكن صدقيني هناك صعوبات كثيرة ستفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، الخزينة الأمريكية لن تسكت وستبدأ بناء بالتهديد بالعقوبات والتلويح بعصات العقوبات، ومن يعني وأيضا صندوق الخندق الدولي سيحاولون. ولكن ما دام الرغبة عند الرؤساء موجودة وعند حكومات هذه الدول موجودة سيتم تجاوزها. طبعا تحتاج إلى وقت، ولكن هي بداية النهاية للهيمنة الأمريكية وبداية إنتاج عالم متعدد. نعم، تنضم مصر هذه المرة كعضو إلى مجموعة بريكس. دكتور محمود، مصر يعني لها ثقل سياسي واستراتيجي واقتصادي أيضا، وبالتالي من حيث مبدأ الإفادة والاستفادة، كيف تستفيد مصر من المجموعة وكيف تستفيد المجموعة من مصر في دعم المشاريع أيضا التنمية والتنمية المستدامة وما شابه، والاقتصاد والعملة الموحدة وما إلى ذلك من أهداف بريكس؟ طبعا السؤال هذا جميل، ان نتكلم مع المشاهدين المصريين ماذا تستفيد مصر وماذا يستفيد البريكس من مصر. الافاده هي مشتركه، مصر ستستفيد بشكل كبير عن طريق ما يسمى التعامل بالعملات النقديه، هذا ما سيخفف الضغط على النقد الاجنبي ووجوده وسيشجع وسيقوي الجنيه المصري بالتعامل. مصر ستستطيع الاستفادة من كل خبرات البريكس، ستتجاوز العقبات الروتينيه وتستطيع ان تتعامل مع دول البريكس ضمن المجموعه بسهوله وتتلقى الخبرات وتبدا المشاريع الانتاجيه والاستثمارات تبدا داخل مصر، لان مصر لديها مواقع مهمه جدا ومواقع جغرافيه بالاضافه الى قدره بشريه هائله تملكها جمهوريه مصر العربيه، يعني كما الصين الشعبيه. لذلك يعني سكان كثير مصر، العمال، اليد العامله موجوده، الارض موجوده، الموارد الطبيعية موجودة. لذلك سيتم تجاوز هذا الشيء وستفيد مصر بالاستثمارات الأجنبية، الخبرات الاقتصادية، هذا سيعطي مشاريع. نتكلم نحن عن روسيا والصين والهند، هذه الدول متطورة نوعا ما في يسمى الاستثمارات. نأتي إلى أمر آخر، ماذا يستفيد البريكس؟ البريكس سيستفيد كثيرا مصر. أول شيء بدأ الموقع الجيوسياسي لمصر وطرق النقل التجارية، يعني نعلم جيدا أنه أهم شيء في عالم متعدد الأقطاب هو الامتلاك بين هذه الدول طرق نقل تجارية. لا تستطيع أن تتجه إلى الشرق الأوسط إلا عن طريق مصر. وصل
اوروبا باسيا بافريقيا يجب ان وصل عن طريق جمهوريه مصر العربيه. لذلك البريكس سيستفيد بالطرق التجاريه الموجوده وعبور البضائع عن طريق هذه المناطق. لذلك الطرفين مستفيدين، وهذا ما يميز البريكس، ان هناك مصلحه لكل بلد. اذا يعني خلينا نكون واقعيين، اذا اجتمع البريكس وان جمهوريه مصر العربيه لا ترى في اي مشروع، لا ترى في اي نوع من انواع التقدم يمكن ان لا تاخذه، ولا احد يعاقبها ولا احد يلومها. هذه ما يميز البريكس، انها هي نادي اقتصادي حسب المصالح القوميه. لذلك الاستفاده من الجانبين، الاستفاده قلت لك عده يعني عده عوامل الاستفاده، انا لست اقتصاديا، انا سياسي، ولكن المهم جدا ان مصر ستستفيد عن طريق التعامل بالعمله النقديه كما قلت، ان الوطنيه، تقويم الجنيه المصري، الاستثمارات غير محدوده، لانه مصر تملك قدرات هائله تميزها عن باقي دول اعضاء البريكس. نعم، روسيا يعني تحدثت عن 3 أولويات لهذه القمة في هذه النسخة: السياسة والأمن، التعاون في الاقتصاد، وكذلك التمويل والتبادلات الإنسانية والثقافية. أسألك دكتور محمود حول إمكانية أو الأولويات التي يمكن أن تتحقق على أرض الواقع فيما يتعلق بهذه الأولويات الثلاث. أنا في رأيي هذه الأولويات هي الشعارات نوعا ما، يعني شيء جميل. التبادل الثقافي والتبادل هو عبارة عن نشاطات اقتصادية تقوي العلاقات الثنائية وتقوي علاقات البشرية بين دول مجموعة أعضاء البريكس. هذا شيء جميل جدا وشعار مهم جدا، ولكن أنا في رأيي أن هذه الدول يعني لديها مهام أخرى غير هذه المهام. المهام هي مهام صعبة ومهام سياسية وجيوسياسية. نعلم أن العالم مليء بالصراعات، يعني نتيجة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونتيجة سياسة قطب الواحد اشتعلت المناطق بالحروب. اذهبي من الحرب الأوكرانية الروسية إلى الحرب في الشرق الأوسط إلى الخلافات الثنائية بين الدول المجاورة، لم يكن هذا من قبل. لماذا؟ هذا هو نتيجة قطب الواحد. لذلك لدى مجموعة البريكس مهام أكثر بكثير من أهمية من الأهداف الأخرى. الهدف الأساسي هو مواجهة الصعوبات في الواقع الجيوسياسي وإنهاء الصراعات في المنطقة. يعني على سبيل المثال، نتيجة مجموعة البريكس كل هذه الدول تملك علاقات جيدة مع دول أخرى يمكن استخدامها، وإنتاج البريكس عبارة عن منصة سياسية لحل النزاعات. يعني نعلم جيدا على سبيل المثال مجموعة البريكس الآن صراع في الشرق الأوسط، انظري كم دولة متصارعة في الشرق الأوسط الآن موجودة في مجموعة البريكس، ودول يعني انظري إيران موجودة وهي أساس في الصراع، جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وإيران، هذه الدول موجودة في منصة البريكس، وفي هناك بعض الدول تملك علاقات جيدة مع الكيان الصهيوني. لذلك يعني يمكن أن نأتي إلى منصة سياسية لحل الأزمات. نفس الشيء الدول الموجودة إن كان الصين والهند ودول الشرق الأوسط يمكن أن تساعد روسيا وتعطي النتائج والوساطة لحل الأزمة مع أوكرانيا التي هي تحارب بالوكالة من أجل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ايضا سيستفيد الطرف الاخر. لذلك انا في رايي الاهداف كثيره بالنسبه للبريكس، ولكن هناك هدف جيوسياسي يجب ان يتحقق. لن ينجح البريكس اذا لم نقضي على الصراعات الموجوده. هذه الصراعات تعطي ما يسمى تفقد الدول التي تدخل هذه الصراعات تفقد السياده، واذا فقدت السياده لا نستطيع ان ننتقل الى عالم متعدد الاقطاب. لذلك الوظيفه الاساسيه هي التغلب وانهاء الصراعات في كل المناطق او في المناطق الموجوده فيها مجموعه. صحيح، يعني هي منصه ليست اقتصاديه فقط، ولكنها تمتد بكونها ايضا منصه امنيه وسياسيه مهمه خاصه في هذا التوقيت. استاذ بالاكاديميه الوطنيه الروسيه الدكتور محمود الافندي، اشكرك جزيل الشكر.